تعرفوا أن حزب الأمان يتحرك بين متزمتي السلطة وبين عدمي المعارضة، ونعرف أن تونس اليوم لا يمكن أن تتحمل مغامرات هؤلاء ولا هؤلاء. لهذا اليوم لابد أن نستدرج جميع الأطراف وإلى الوسط، ولابد وأن نلقاو حل يهدئ الخواطر وطبعا يلبي جزئيا مطالب هؤلاء وهؤلاء. اليوم قدمنا مبادرة للسيد الرئيس، وربما المبادرة هذه فيها وأن المجلس الوطني التأسيسي اللي احنا نشوفه أن دوره لا يمكن ضربه ولا يمكن المساس به، ينهي مهامه من كتاب الدستور وإرساء لجنة الانتخابات والقانون الانتخابي في أجل أقصاه 23 أكتوبر، لكن كيف الحكومة تكمل أشغالها من هنا ل 23 أكتوبر، وكان نعطيه مهلة للحكومة باش تغلق ملفاتها. والحكومة تغييرها بالنسبة لحزب الأمان ما هوش من باب وأن نحملوها مسؤولية الفشل وإلا نحاسبها، لكن نحبه من هنا 23 أكتوبر تجينا حكومة أخرى قادرة على تأمين الانتخابات في جو محايد وقادرة على طمأنة جميع الفرق السياسيين، ثم بعد 23 أكتوبر تجي الحكومة هذه طبعا مسندة ربما بتوافقات حزبية واسعة ومسندة بخبراء، وتأمن المرحلة الانتقالية من 23 أكتوبر إلى الانتخابات اللي نقترحه أن يوم 14 جانفي إن شاء الله تكون الانتخابات الرئاسية وتكون الانتخابات التشريعية يوم 20 مارس. اللي نحب نقوله أن اليوم الناس كلها تنادي بالحوار، لكن بطريقة عملية ما فماش طاولة حوار، ولهذا احنا يعني السيد الرئيس اللي شفناه أنه متفهم لحرج المرحلة ولحساسيتها دعيناه أن يكون هو الإطار التشاوري والتحاوري اللي يجمع جميع الأطراف، ونعتبره أن هذا من صلب يعني صلاحيته. ثم اليوم نعرف أن الشارع لا بد وأن نفك الاحتقان اللي موجود في الشارع، لأن الله أعلم أنتم تعرفوا أن غدوة إن شاء الله مش يكون فما مسيرة مليونية دعت لها السلطة، واليوم تجيش الشارع هو خطر كبير، لأن يكفي أن تكون شرارة من الشرارات تقدر تلهب الشارع. ولهذا حزب الأمان يتبنى التهدئة، تهدئة الخواطر، وأن الناس تتعقل، وأن الطبقة السياسية اليوم تحاور وتجعل العملية السياسية السامية تدور حول الطاولة مش في الشارع. ثم الناس كما قلنا العدميين والناس المتعنتين في السلطة زاد كيف يكفوا على تأجيج الشارع ويكفوا على التشدد متاعهم، لأن تونس لا يمكن أن تتحمل مغامرتهم. يعني شيء أخير، الاتحاد العام التونسي للشغل احنا نعرفه أن في مبادرته هو قدر يستبعد نوعا ما طلبات المعارضة المتشددة الأصولية. نعرفه فما في المعارضة من دعا لحل المجلس التأسيسي ولم يتبنى الاتحاد، وهذا شيء يحسب له. نرجو أن يكون دائما الاتحاد ممتص للصدمات في هذه البلاد، نضالات عريقة ولا يمكن أن نشكك بها، لابد أن يكون دائما راعي وللعملية السياسية، لكن لابد أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب. طبعا هو يمكن أن يستمع لهذا ويستمع لهذا، لكن مهم وأن المؤسسات الوطنية كيفما الاتحاد وكيفما الوتيكا وغيرها لابد أن تكون على لا تزوج بنفسها في العملية السلطة يعني السياسية لفائدة طرف أو آخر. هذا لحد الآن هم أمنوه، ونعرفوا أن بإذن الله لما يكملوا على الطريق هذه فسوف يحافظون على مصداقية هذه المؤسسات وسوف يكون لهم القدرة على المساهمة في إيجاد الحل. يعني بارك الله فيكم، شكرا.